الهندسة المعمارية من أعظم المهن وأكثرها فناً وجمالاً، حيث يبدع الإنسان في صنع المباني بأشكال جذابة لا مثيل لها. كثيرة هي المباني التي نعتبر أشكالها خيالية، لدرجة أنك عندما تراها على شبكات التواصل أو حتى على التلفزيون تعجز عن التفكير في كيفية صنع مبنى بهذه الكيفية والإبداع. فالهندسة المعمارية هي مهنة تحتاج لإبداع وفكر لا حدود لهما، ولذلك قد تجد الكثيرين من المهندسين في شتى مجالات الهندسة الأخرى. أما الهندسة المعمارية فهي لا تضم إلا الموهوبين. وعندما نذكر الهندسة المعمارية فإنه يجب علينا أن نذكر المهندسة زهى حديد. ولدت المهندسة المعمارية العراقية زهى حديد في 31 من أكتوبر في عام 1950. لم تكن السيدة زهى حديد واحدة من أشهر المهندسات المعمارية في العالم فقط، بل دخلت التاريخ من أوسع أبوابه باعتبارها أول سيدة تتمكن من الحصول على جائزة بريتزكر المعمارية. حصلت زهى حديد على العديد من الجوائز الأخرى، منها جائزة ستيرلينغ في المملكة المتحدة، كما قامت الملكة إليزابيث الثانية بإعطائها لقب مدام، وذلك من أجل مساهمتها الكبيرة في مجال الهندسة المعمارية. تتسم تصاميم المهندسة المعمارية زهى حديد بالانسيابية والغرابة والإغراق في الخيال الحر أحياناً، وهو ما يمكن لمسه في الكثير من الصروح التي تحمل اسمها في حواضر العالم. لكن قصة نجاحها مرت بالعديد من المحطات، شقت طريقها إلى العالمية متغلبة على كل المصاعب والتحديات التي واجهتها في بيئة ذكورية، لكنها تفوقت بإبداعها وفنها في هذا الوسط الذي يربط بين الجمالية والهندسة والأرقام والمعادلات الحسابية، فنالت شهرة عالمية فيه. إنها المعمارية زهى حديد القادمة من الشرق، وأذهلت العالم بتصاميمها الخارجة عن المألوف والقريبة إلى الخيال، حيث تركت بصمتها على معمار حواضر أوروبا والعالم. زهى حديد كانت هي السيدة الأولى والوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الملكية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين. أطلق على زهى حديد لقب ملكة المنحنيات المعمارية، حيث إنها قامت بتحرير الهندسة المعمارية من القيود التي كانت تربطها. التزمت حديد بالمدرسة التفكيكية التي تهتم بالنمط والأسلوب الحديث في التصميم، ونفذت 950 مشروعاً في 44 دولة. ومن أشهر أعمال زهى حديد المركز المائي الذي بني من أجل أولمبياد لندن التي أقيمت في عام 2012، بالإضافة إلى متحف جامعة نيتشيجين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً دار براك وونزو في الصين. وهناك بعض الأعمال التي تم تنفيذها بعد وفاة المهندسة زهى حديد، مثل تمثال جوائز بريت عام 2017 وتصميم استاد الجنوب المونديالي في قطر، إضافة إلى بناية البنك المركزي العراقي في بغداد. حيث توفيت المهندسة زهى حديد في عام 2015 ميلادية.